هذا جاي يغني علينا، واحد من جاي يغني علينا. هذا ابو الاحمر جاي شوفوه، هذا وشوفوا من وراء قوات الشغب، هذا جاي يرمي، هذا شايل البندقية هو ويولا يم الشغب. يمديك يا احمد والله حيدر ارجع له، ارجع له صبر. الشغل ما يلزموه زي وينك بعد يوم لابس احمر هو داخل اعتقد شفتوا المسلح وشفتوا انه القوات الشغل مش قد تبعد عنا، تقدر تضرب طلقه وتوقفه لو كان مو من القوات الامنيه، او اذا كان تقدر ما تريد تقتله كانك تقدر تلقي القاء قبض عليه. صح؟ سمعت هاش كاميرات، احنا طلعنا لكم اياه، ليش ما جاي يلزم؟ ترى تبين السالفه، مو اليوم باكر، مو باكر عقب باكر. بابا اخذوا الشغب، راح عليهم، راح الشغب، ها 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 حيدر اخذوه الشغب، شفتوه؟ لا ما عاد لا اي راح عليهم بس ما عاد حاكاه، تعال هيك